السلام عليكم، أنا بصدد إطلاق قاموس جديد لتعلم اللغة الإنجليزية وبيستند لقاعدة بيانات مركز Contemporary American English اللي بيتضمن أكثر من مليار كلمة إنجليزية. قاموس اللي عم بشتغل عليه مرتب من الأكثر استعمالاً إلى الأقل، وهذا الشيء اللي حيمنحك أساس قوي وموثوق لتعلم اللغة بناءً على أبحاث علمية دقيقة، وكل هذا سيكون متاحاً بسعر رمزي جداً. وهون بدي منك تساعدني في بناء المنتج، بدي إياك تصوت من خلال هذا الرابط الموجود أسفل الفيديو، صوت على الخيار الذي تفضله واعطيني رأيك، وادعم هذا المشروع إذا كنت مهتم بتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة وفعالية من خلال مشاركة هذا التصويت، وشكراً لك.